عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركي العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها. وأشار مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي وضرورة تقنين عمل تلك الشركات من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي ينظم عمل تلك الشركات وفق الضوابط المحددة لذلك.